أهلا بكم في فقرتنا من مقالة الصحف لهذا اليوم. نبدأ جولتنا من صحيفة لوموند الفرنسية التي خصصت افتتاحيتها للاحتجاجات المشتعلة في الولايات المتحدة بعنوان مصادر الحريق. تقول فيها الصحيفة: توفي إريك غارنر قبل 6 سنوات بعدما أوقفته الشرطة. شرطة نيويورك مات أثناء اعتقاله بعد أن كرر للشرطي الذي لف ذراعه حول رقبته للسيطرة عليه 11 مرة جملة استرحان: لا أستطيع التنفس. تشابه عنف الشرطة بين حالتي جورج فلويد وإريك غارنر هو بلا شك سبب انفجار الغضب، حتى لو تم توجيه تهمة القتل لضابط الشرطة الأبيض. هناك سبب ثالث: جورج فلويد وإريك غارنر ليسا ضحايا أو ضحيتين معزولتين، فالقائمة طويلة جدا لا يمكن حصرها بهؤلاء الرجال الأمريكيين السود، فهي من جميع الأعمار الذين يموتون بشكل متكرر، ضحايا تصرفات خاطئة للشرطة في بلد يقتنى فيه السلاح الناري كوسيلة للزينة أو كأمر طبيعي أو ببساطة كعلامة من علامات العنصرية العادية. وتواصل لوموند سرد مظاهر التمييز فتقول: تضطر كثيرات من الأمهات في مجتمع السود الأمريكيين إلى تعليم أبنائهن منذ المراهقة المبكرة كيفية التصرف في الشارع حتى لا يثيروا الشك، ولكي لا يكونوا بدورهم هدفا لتصرفات خاطئة واعتداءات على يد الشرطة. طالما كان مدى هذا الظلم حقيقة منظمة لضمير السود في الولايات المتحدة وأصبح الآن معروفا للجميع بفضل مقاطع الفيديو التي لا تعد ولا تحصى والتي تبث أو تبث بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، لقد اتخذت إجراءات عديدة، فسيارات الشرطة مزودة بكاميرات لتصوير الاعتقالات ورعي التنوع العرقي في جهاز الشرطة، حتى أن الأمريكيين انتخبوا مرتين باراك أوباما أول رئيس أسود، لكن هذا لا يكفي. وعن كورونا كسبب في زيادة حدة غضب الأمريكيين تقول لوموند: هناك عامل أساسي آخر إضافي يفسر الغضب، عدم التناسب في التوزيع العرقي ل100,000 أو نحو ذلك من ضحايا وباء كورونا. لقد كان الأمريكيون السود أكثر عرضة للوفاة من 2 إلى 3 مرات من الأمريكيين البيض واللاتينيين والآسيويين، إذ يعاني الأمريكيون السود الأمراض المزمنة كالسكري والسمنة أكثر من غيرهم، ويعانون أيضا فقرا أكثر. هذه هي الحقيقة الصارخة لعدم المساواة، ولم يعد بإمكان الرئيس ترامب تجاهلها اليوم. فقرتنا التالية نتحول إلى صحيفة نيويورك تايمز التي تتناول أحد مواضيع الشرق الأوسط وتتحدث عن عقبة مفاجئة أمام سعي بنيامين نتنياهو للمضي في خططه لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، فتقول: في وعوده إثارة بين ناخبيه وهو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو حلم طالما راود المستوطنين اليهود اليمينيين المتطرفين، لكن قبل شهر من موعد تطبيقه قرار الضم لأجزاء كبيرة مما يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها، ها هو نتنياهو يواجه مقاومة صلبة بما فيها معارضة مفاجئة في صفوف قادة المستوطنين الذين كانوا يدعون للضم طيلة سنين. وعن أسباب المعارضة المفاجئة لبعض قادة المستوطنين لخطط نتنياهو للضم تقول الصحيفة: يجادل هؤلاء بأن خطة نتنياهو سوف تتيح المجال لإقامة دولة فلسطينية في نفس الوقت الذي تنهي فيه توسع المستوطنات الإسرائيلية في معظم الضفة الغربية، وهو ما يعني قتل المشروع الديني الصهيوني للسيطرة على الأرض التوراتية كما يراها اليهود.
وعن تأثير هذه الأصوات المتعالية ضد خطط نتنياهو للضم تقول الصحيفة. إن المعارضة الشرسة غير المتوقعة يضاف إليها الإشارات الملتبسة الصادرة من إدارة ترامب تثير التساؤلات بشأن ما إذا كان نتنياهو سيمضي في تعهداته بالضم نهاية المطاف. ففي اليسار لا يزال مؤيدو حل الدولتين ينبهون وينذرون منذ أشهر بأن الضم من جانب واحد وهي خطوة سوف تدينها غالبية دول العالم باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي سوف تعني أن إسرائيل لم تعد ملتزمة بتعهداتها نحو الفلسطينيين وفق الوضع قبل اتفاقيات السلام وسوف تدمر أي أمل باتفاق ينهي الصراع. كما أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين وحاليين بدأوا يرمون بثقلهم أيضا محذرين من أن الضم سوف يشعل موجة عنف جديدة في الضفة الغربية ويرغم الملك عبد الله عاهل الأردن على تبني موقف متشدد من إسرائيل وهو ما من شأنه أن يعرض للخطر اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن. نتحول إلى مجلة تايم الأمريكية التي تتناول تقريرا للأمم المتحدة يقول إن هناك مشكلة تواجهها الولايات المتحدة في أفغانستان تهدد اتفاق السلام الذي توصل إليه ترامب مع حركة طالبان. فتقول يظهر تقرير الأمم المتحدة الصادر مساء أمس أن حركة طالبان لم تلتزم بأحد بنود اتفاق السلام الرئيسة وهو قطع علاقاتها بتنظيم القاعدة، وذلك من شأنه تقويض أهم مكاسب الرئيس ترامب على صعيد السياسة الخارجية في ظل سعيه لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. وتفصل المجلة نقلا عن تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته المنظمة الدولية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات والأمن التابعة لدول أعضاء في الأمم المتحدة فضلا عن مراكز أبحاث ومسؤولين إقليميين كذلك، فتقول لا يزال ما بين 400 و600 مجموعة نشطة في الولايات الأفغانية الاثنتي عشرة وتدير معسكرات تدريب شرقي البلاد. ويبدو أن طالبان تلعب على الحبلين مع إدارة ترامب، حيث كانت طوال الأشهر 16 الماضية من مفاوضات السلام تستشير قادة بارزين في القاعدة وتطمئن أيمن الظواهري زعيم القاعدة من بين آخرين بأن طالبان سوف تحترم علاقاتها التاريخية بالتنظيم. وتضيف المجلة بشأن ما يخلص إليه تقرير الأمم المتحدة عن المستقبل، فتقول يبدو أن وضعي تقرير الأمم المتحدة متشائمون بشأن التزام حركة طالبان ببنود اتفاق السلام مع الولايات المتحدة بما في ذلك تنفيذ أعمال لمكافحة الإرهاب ضد القاعدة وبدء مفاوضات مع الزعماء الأفغان للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وهذا ليس ما وعدت به إدارة ترامب الشعب الأمريكيين والمشرعين الأمريكيين. وهذا ما يثير كذلك تساؤلات عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تسرعت في السعي لاتفاق ذي نفعية سياسية كان المفاوضون يعرفون سلفا أنه مقدر له أن يفشل. بهذا نصل إلى نهاية فقرة صحافة بريس لهذا اليوم، الآن نعود إلى داليا.